ايوه. تعرف الحد فين؟ في اول مكان قعدنا فيه لوحدينا، فاكره؟ بس انا قاعد فيه لوحدي المره دي. كنت بتصل بيكي بس تليفونك كان مشغول. وانا كمان كنت بكلمك دلوقتي وتليفونك برضو كان مشغول. انا تعبان، تعبان قوي، محتاج اتكلم معاكي، محتاج اشوفك، عايز اطلع حاجات جوايا. انت فين؟ انت فين؟ وانا هجيلك فورا. انا جايلك. سلام. العب 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 اي لولو، العب 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 اي سوسو، لعيب حريف قوي. العب 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 اي لولو. دي مين دي بقى اللي بترن عليك؟ لا 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 لا، بس 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 بس، ده رقم غريب. طب اديني يا رد. لا يا حبيبتي تردي ايه، ده بيبقى اهلي بيكلموني ساعات من ارقام غريبه عشان ارد عليهم، بس انا بحلق. بحسب. تحسب ايه يا جميل؟ انت بتغير عليا ولا ايه؟ الزهر كده. حبيب قلبي، بقول لك ايه يا سوسو، ما تكتبتي معايا النهارده؟ مش هينفع، لازم اخد الفلوس اللي انا خدتها منك اوديها للواد اخويا عشان يدفع مصاريف المدرسه ويجيب له كام بنطلون بدل اللي قرح على جتته. قرح؟ احيانا بتعجبني مخارج الفاظك. كان بعمل كده، لكن فجأة حسيت إن أنا لوحدي. فاكرة أول ما عرفنا بعض؟ قلتلك إيه؟ قلتلك أنا هفضل جنبك، مش هسيبك، هبقى حياتك. بعد كده قلتلك مقدرش أعيش من غيرك. قبلت كده ليه؟ حسيت إن أنا حلمي تقيل عليك، خصوصا بعد اللي حصل في التسويق اللي خسرت فيه كل فلوسك. انا شيلت كل الناس هم. انا عارفه ان انت عايز تساعدني وتقف جنبي، بس ظروفك مش مساعدك. انا عشان خاطرك هعد الدنيا، هعمل اي حاجه. انت مش فاهم حاجه، انا بحبك، انا بحبك بجد، بحبك. ما تسيبنيش يا بيك. أمورنا يا ملك. العيال اللي كانوا مع المطربة اللي اسمها ياسمينة، هما فين دول؟ معرفش معرفش، هتعمني من تحت تعطي الأرض. روحوا. حاضر يا كبير، يلا يا ابني. ألو. ايوه يا مستر سطوحي، حوطي صوتي ليه؟ اهلي نايمين. لؤي، هو انا مش عرفني. ايوه ايوه، بس ده طفش من بيت اهله، معرفش مكانه، معرفش مكانه. في حاجه يا جهاد؟ لا يما، دي زوزو بتطمن عليا اني وصلت. نام انتي. الو الو، الشبكة بتقطع ولا ايه؟
يا مرحب بالرجاله، يا مرحب. ازيك يا معلم خشاب؟ كيفك يا معلم طلبه؟ الحمد لله. المطلوب موجود؟ موجود يا ولد عمي. فلوسك جاهزه؟ طب معلش نتاكد الاول. حقك، البضاعه تحت رجليك اهي. شايفين؟ اصلي طول عمر شغلك تمام يا معلم خشاب. ايه الاخبار؟ اخلص. امانه طالبه. سالم الشنطه. سالم فلوسك يا معلم حشاد، عدها براحتك. عد مين يا واد عمي؟ عد وراك ولا ايه؟ هون اللي مؤاخذة يعني مخونك. خد يا واد. يلا شفيق شيل البضاعة. على وين يا طلبة؟ اقف مكانك وما تتحركش وما تزعلنيش منك، لحسن انا لما بزعل بزعل. الله 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 الله. تتعامل على تمثيلية يا معلم حشاد؟ بتعمل معانا الدنيا؟ اعملها مع امي. انا تعبت وكبرت في السن وطول عمري ولد ليل، وده ماتش اعتزالي. وماتش اعتزالك يجي على قفانا. ماشي يا معلم حشاد، هنتقابل هنتقابل. هنروح فين من بعض؟ سامحني يا واد عمي. رجاله كتفوهم وخدوا منهم المخدرات اللي حطوها في العربيه. اضبط مكانك يا معلم، اقف مكانك. سلام عليك يا معلم. في السن ده وشيطان يوزك تنتحر؟ وانا وعاد الله صاحي من النوم ايدي بتاكلني احلى ضرب النار. كله مكانه مكانك. قول له يا معلم، قول لهم يثبتوا ينزلوا سلاحهم يا معلم. وعهد الله ادحرج لكم راس المعلم على الارض. مكانك يا ابني. طب هو نزل الزفته، مش عايزين دم. خد منه سلاح يا شفيق. كده بتعمل معانا الدنيئه يا حشاد؟ ده انا هوريك الليل في عز الضوء. سامحني يا طلبه يا عمي. هات الحبل يلا. سامحني يا طلبه يا واد عمي، كانت وزن الشيطان والشيطان شاطر. بقول لك ايه، ايه رايك لو اصطلح ويا ضربه دخلك شر؟ الشر دخل خلاص. يلا يا طلعت، يلا انا عايزك تكتفولي تكتيفه حلو يا جماعه. يلا يلا يا شفيق يا جماعه. بس يا معلم حشاش يا جماعه. الهمه يا حبيبي الهمه. خلاص خد يا ابني البضاعه. يلا على العربيه، على العربيه نص ساعه يا جماعه. نص على العربيه نص ساعه. يا طلعت ده احنا في بيننا عيش وملح. يا طلعت يلا يا شرحوا النص نهبه من ايه؟ لو كده لا يدوسونا يا سالم. كده لو اي حد مشي اضربه بالنار. اركب يلا يلا بسرعه. هات النص نهبه وتعالى ورانا يا سالم. ماشي يا طلبه. راجل يا طلعت، طلعت معلم كبير واحنا مش واخدين بالنا يا عم. تلميذك معلمي. تلميذي يا عم؟ ده انت بقيت استاذ. مش عارف انت بس طلبه مقفر على طول كده ليه؟ ما اي حد مكانه كان عمل كده يا عم. ما تلم لسانك في بقك يا شفيق وتسكت. انت مالك ومال الكلام اللي بنتكلم فيه؟ بايخ. احنا بنتكلم عن الرجوله بس. ما قلتليش يا طلعت، انت عرفت ازاي ان احنا هنسلم الليله دي؟ دي المفاجاه اللي انا محضرها لك يا كبير. مفاجاه؟ مفاجاه ايه دي؟ ان شاء الله. الباشا كلمني. الباشا الكبير كلمك انت؟ كلمني. وكنت عند انا وزينه وقعدنا تلت ساعات. وقال لك ايه الباشا؟ ما تقول بقى يا عم وتخلص لي المطلوب مني. ايه؟ هنشون البضاعه في المخزن المعلوم